في عيد الفطر المبارك تتكامل جهود الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية من أجل توفير خدمات أمنية متقدمة للمواطنين والمقيمين. التقرير التالي يتابع تفاصيل هذه الجهود. ضمن الجهود الأمنية المستمرة على مدار الساعة، تعمل مديريات الشرطة وبالتعاون مع الإدارات الأمنية المعنية على تكثيف الأداء وتطبيق الخطط المدروسة بما يضمن حفظ الأمن والأمان وحماية السلامة العامة، وهو ما يتم من خلال منظومة أمنية متكاملة يستشعر كل مواطن ومقيم أداءها ونتائجها خصوصا في المناسبات والأعياد. تقوم الإدارة العامة للمرور بوضع خطة مرورية متكاملة تحت إشراف سيدي سعادة المدير العام الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفة، بوضع ضباط وضباط صف وأفراد على جميع محافظات المملكة. بيكون عندنا دوريات متحركة على الشوارع السريعة والشوارع الفرعية خلال 24 ساعة في عيد الفطر السعيد. من المتوقع أن يكون في حركة مرور، لأن بتكون تقريبا إجازة عيد الفطر أكثر من 3 أيام، فنتمنى من السواق أن التعاون مع رجال المرور. الإدارة العامة للدفاع المدني على هبة استعداد لتلقي أي بلاء في أيام عيد الفطر المبارك، وأيضا الإدارة العامة للدفاع المدني قامت بفحص أماكن الفعاليات اللي راح تكون في عيد الفطر للاحتفالات. اتمنى الإدارة العامة للدفاع المدني لجميع المواطنين والمقيمين عيد فطر مبارك خالي من أي حوادث. حرص جميع العاملين في غرفة العمليات الرئيسية على تقديم أفضل وأجود الخدمات، وأنهم على أتم الاستعداد والتأهب لتلقي البلاغات والاستقبالها في جميع الأوقات، وخصوصا في فترة عيد الفطر السعيد. تم تكثيف طاقم العمل في غرفة العمليات الرئيسية ودوريات النجدة التي تم نشرها بشكل مدروس على الشوارع الرئيسية وفي جميع المحافظات، وذلك لتغطية أكبر قدر ممكن من المناطق الحيوية التي تشمل الازدحامات في فترة عيد الفطر السعيد. ومن بين إدارات وزارة الداخلية التي يبرز دورها في المناسبات والأعياد شؤون الجنسية والجوازات والجمارك وغرفة العمليات الرئيسية والإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للمرور، حيث يتم الأداء الأمني بشكل تكاملي على مدار الساعة في كثير من المواقع. قامت شعبة الجوازات منفذ مطار البحرين الدولي بالتنسيق مع شؤون الطيران المدني وشركة مطار البحرين الدولي بوضع الخطط اللازمة لتسهيل حركة مرور المسافرين بين قسمي الدخول والخروج أثناء إجازة عيد الفطر المبارك. وكما تعلمون أن إجازة عيد الفطر المبارك هاي السنة راح تكون متزامنة مع العطلة الصيفية لهذا العام، وقد عدت شعبة الجوازات من فد مطار البحرين الدولي بوضع خطة لتدعيم العنصر البشري لتقديم الدعم الكامل. استعدادات الجمارك طبعا مثل كل مناسبة تمر على البحرين فيه نضاعف الجهود على أساس أن احنا نسهل حركة المسافرين والزوار ونسهل إجراءاتهم ونسرع في إجراءاتهم ونسهل حركة المرور عندنا هنا في القاعة من حيث سرعة استلام الأمتعة في خدمة الزوار. طبعا احنا في كل مناسبة وحتى في الأيام العادية احنا في خدمة كل زوار البحرين وهل البحرين. إن التعاون المستمر بين الشرطة من جهة وأفراد المجتمع وفعالياته من جهة أخرى يمثل حجر الزاوية في بناء شراكة مجتمعية فاعلة تقود إلى تعزيز الأمن الشامل والمحافظة على وتيرة السلامة والأمن. وكل عام وأنتم بخير.